شباب وصبايا من هاي من الجولان من الجلشن. عم نعمل فعالية تبرعات لغزة، تأهلنا بغزة. هالفعالية عملناها عشان نحن وياهم الجرح واحد، فحبينا نعمل شيء بسيط طلع منا نحن كشباب وصبايا نقدمه لأهل غزة. هالشيء كثير بسيط تخلي نقدر نعمل كشباب وصبايا. الهدف من هالشيء انه نحافظ على عروبتنا، نبينها، نقدر نعمل شيء اللي يبين للعالم انه بعد في نحن منضمين مع اهل غزه، غزه وخلفنا. نحن شباب وصبايا جولان كثير مختلفين، حضرنا مساعدة غزه وطلعنا وبعد احداث اللي صار حكينا انه في ظلم على غزه يعني فيش حدا عم يوقف حدا، فقررنا نحن اخذنا انه شعب واحد وكلنا عرب اخويا انه نتضامن معه ونوقف حدا لانه محتاج هالشيء، اتمنى كل انسان عربي عم يسمعنا كمان يتضامن ويوقف حدا ما ياخذش الشيء من منطق سياسي او ديني، ياخذ من منطق انسان. غزة اللي نزلوا بيوتها تا يغمروا لولا ودم عرم لشطوطها يرسم بيوت جداد. غزة اللي نزلوا بيوتها تا يغمروا لولا ودم عرم لشطوطها يرسم بيوت جداد. ودمعة عجوز ملبكي عزت عليها تشتكي سكتت وشدت عالبكي وبسكوتها صرخت غضب صرخت غضب. غزة جريحة يا عرب غزة جريحة يا عرب. فلسطين صارت وحدها مش وحدها فلسطين